كبرياء النادي الأهلي في مواجهة طموح سيمبا التنزاني تحت شعار مباراة تحتاج لمحاربين من أجل تحقيق 12 بتوقيت النادي الأهلي. موعد المباراة والقائمة المبدئية وكل ما يخص مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بعد الفاصل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. متابعي المشجع مع احمد، لايك وشير ومتابعة للصفحة يوصلك كل ما هو جديد، وما تنساش تصلى على النبي في الكومنتات. ونبدأ حلقتنا بموعد المباراة. المباراة يوم الجمعة القادمة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة مذاعة عبر قنوات بين سبورت المشفرة. النادي الاهلي يدخل المباراة وهو متسلح ب 30,000 مشجع من جمهور النادي الاهلي. ايضا النادي الاهلي كان فاز على سيمبا التنزاني في تنزانيا بهدف احمد كوكا في الدقيقة 5 من الشوط الأول. مارسيال كولر حذر لعيبة النادي الأهلي من خطورة لعيبة سيمبا التنزاني، ويؤكد للجميع في المؤتمر الصحفي بأن المباراة لن تكون سهلة، وسيمبا التنزاني جاء إلى مصر وهو مش باكي على حاجة، بمعنى الكلمة جاي متحفز، جاي عاوز يعكنن على النادي الأهلي وجماهيره في استاد القاهرة، ولكن احنا جاهزين ولعيبة النادي الأهلي جاهزين إن شاء الله للانتصار. القائمة المبدئية اللي اختارها مارسيال كولر للمباراة، اختار في حراسة المرمى كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخط الدفاع محمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وعلي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود المتولي، وخط الوسط مروان عطية وعمرو السلية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبرستاو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وعبد القادر ورضا سليم، وخط الهجوم كل من كهربا وانطونيو مودست ووسام ابو علي. دي القائمه اللي اختارها مارسيال كولر لمواجهه سيمبا التنزاني. التشكيله المتوقعه على ضوء التدريبات الاخيره وضوء اخر مباراه اللي ممكن تشهد تغيير وحيد، وهو ممكن يبقى رضا سليم مكان حسين الشحات بعد تألقه في المباراة في الوقت اللي لعبوا فيه. يعني التشكيلة هتبقى في حراسة المرمى هيبقى متواجد مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي المتألق في الفترة الأخيرة، وأمامه هيكون متواجد رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، وعلى الجنب اليمين هيتواجد محمد هاني وعلي معلول على الجبهة اليسرى، وفي خط الوسط هيتواجد أحمد نبيل كوكا ومروان عطية، وممكن نشوف محمد مجدي قفشة في المباراة ديت مكان عمرو السلية. محمد مجدي قفشة نزل غير اللعب وعمل للنادي الاهلي شكل كويس جدا في الدقائق اللي لعب فيها كصانع لعب. وفي الهجوم هيتواجد انطونيو مودست وبيرسي تاو، وهيتواجد رضا سليم هيكون بديلا لحسين الشحات. شفنا رضا سليم واللي عمله بعد ما نزل، تألق وابدع في المباراه. النادي الاهلي يكفيه الفوز باي نتيجه حتى يصعد لدور النصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. اي فوز للنادي الاهلي يصعد بالنادي الاهلي مباشره ان شاء الله. و سيمبا التنزاني الفوز بهدف نظيف لا يكفي سيمبا للتأهل، ولكن الفوز بأي نتيجة أخرى في صالحه. سيمبا التنزاني لو كسب أي نتيجة 1-0 ما يتأهلش علشان خاطر النادي الأهلي كسبان، وهنلجأ لضربات الترجيح، ولكن أي فوز آخر يصعد بسيمبا التنزاني. وده اللي احنا بنتمناه، إن النادي الأهلي يخلص المباراة بدري، يحرز هدف بدري يصعب الأمور على سيمبا التنزاني، يريح جماهيره إن شاء الله. على الفوز ناويين، على الانتصار مصممين إن شاء الله. لعيبة النادي الأهلي لبطاقة التأهل من سيمبا التنزاني قادرين. لايك وشير ومتابعة للصفحة يوصلك كل ما هو جديد، ونصلي على النبي وندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينصرهم إن شاء الله.